ابو علي احنا ممنونين لك ونشكر ندري مناشدين زمان ونشكرك جدا على هذا التواصل رغم انشغالك، فاهلا وسهلا وحياك الله يا ابو علي. حياك الله اخوي ماهر ومنور الشاشه، والتحيه موصوله الى الاخوه الافاضل اللي كثير منهم يعني مشتاقين لهم من فتره، الاخ خليل البناء البلام، جاسم اشكناني، عبد الكريم الشمالي، ناصر الفضلي، جابر الزنكي، الاخ الفاضل محمد برسلي، واتمنى ان ما نسيت احد. اسف اذا تاخرت عليكم، بس احنا ايضا كنا في اجتماع مع مجموعه من النواب على الموضوع اللي تكلمون عنه وشفنا جزء من بدايه حلقتكم. مقدرين انشغالك يا ابو علي. الله يسلمك، منور يا ماهر. تسلم. اذا تسمحوا لي ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بدي ان يعني اتكلم معاكم بشرح مقتضب، سمعت يعني الكثير من الاسئله والاستفسارات من الاستاذ الافاضل الحضور، ولعل بعض هذا الحديث يجيب عن كثير من الاسئله، واذا كان في استفسارات اخرى ايضا انا على استعداد للاجابه عنها ان استطعت. اولا فيما يتعلق في جلسه يوم الاحد، بعطي فقط يعني خلفيه بسيطه. كان هناك جهود كثيره وجهود حثيثه ومضنيه خلال الفتره الماضيه، وهو عمل جماعي وليس عمل فردي، من مجموعه من النواب الافاضل في مجلس الامه والحكومه ممثله بالوزير المعني الوزير الشاب الاخ خالد الروضان ومجاميع من خارج المجلس والحكومه، لمحاوله رفع الظلم والحيف الذي وقع على الشباب الرياضي لمدة سنتين تقريبا أو يزيد. هذه باختصار شديد، أنا ما بأدخل الآن في تفاصيل هذه الجهود وماذا الشيء اللي كان يحصل خلال الفترة الماضية. مثل ما قال الأخ ناصر الفضلي، يمكن أنا أثرت السكوت وعدم الحديث، ولن أتكلم أيضا، وراح أشرح لأخوي محمد برسلي ليش لن أتكلم عن بعض التفاصيل إلا بعد انتهاء المهمة إن شاء الله بالكامل. لكن اللي بقوله أنه صار في تطورات حديثة آخرها يوم الثلاثاء الماضي، وأبلغني فيها الأخ الوزير، وبعد أن اطلعت على الكثير من الأمور توجه صباح الأربعاء إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، الذي هو الداعم الأول والرئيسي للشباب الكويتي والرياضة الكويتية، وشرحت له أيضا كل هذه الأمور، وشرحت له أن هناك احتياج لأن نقر القانون قبل يوم الاثنين 4 ديسمبر. ليش يوم الاثنين 4 ديسمبر؟ هذا الاجتماع لا نتحكم فيه، وهي مواعيد خارجيه، وحتى تناقش قضيه في الكويت في هذا الاجتماع يجب ان يقر القانون قبله. القانون باختصار شديد اللي خرج من لجنه الشباب والرياضه هو قانون موافق عليه من قبل الفيفا. وهناك ما يثبت ذلك، ولن أتحدث بتفصيل أكثر لأن هذا ما يهم أيضا المشاهد، لكن راح أشرح في نهاية حديثي ليش ما أتكلم عن بعض التفاصيل. هناك ما يثبت وسيخرج في جلسة يوم الأحد بأن القانون الذي أقر من لجنة الشباب والرياضة هو قانون موافق عليه من قبل الفيفا. بعد ذلك حصل تدخل من اللجنة الأولمبية الدولية بأن شلون أنتم تقعدون مع الكويت وشلون توافقون على قانون وشلون، وللأسف يعني محاولات لعرقلة موافقة الفيفا. فالفيفا طلبت من اللجنة الأولمبية أن احنا نرى القانون اللي وافقوا عليه الكويتيين وخرج من لجنة الشباب والرياضة متوافق مع الميثاق الأولمبي ومع النظام الأساسي للاتحاد الكويتي، الاتحاد الدولي عفوا لكرة القدم. وإذا عندكم أي ملاحظات غايبة عنا تهم اللجنة الأولمبية الدولية قدموها. قدموا العديد من الملاحظات، الفيفا درسها، أرسل ما هو منطقي منها، وما كما كنا نعتقد أنه يمس سيادة دولة الكويت ودستورها أصلا رفض من قبل الفيفا قبل لا يوصلنا. الملاحظات هذه تمت الموافقة عليها من قبل الجانب الكويتي لأنها لا تمس لا دستورنا ولا سيادتنا. بعد ذلك أبلغت الفيفا اللي كانت جهة فعلا محايدة، أبلغت اللجنة الأولمبية بأن الجانب الكويتي وافق على معظم الملاحظات. للأسف بعد ذلك اللجنة الأولمبية الدولية قالت لا، الآن مدام وافقوا على هالملاحظات احنا عندنا ملاحظات زيادة بعد مقدمها. فوصل الجميع إلى قناعة بأن هذه الجهة لا تريد حل الموضوع، وكملوا الموضوع معانا بيننا وبين الفيفا، وتم إرسال ما يثبت بأن القانون الذي سيتم إن شاء الله إقراره يوم الأحد هو متوافق
مع متطلبات الفيفا، وهو أصلا متوافق مع كل المعايير الدولية، لكن بالتأكيد سيعرض الوزير يوم الأحد ما يثبت ذلك. الآن شنو شكله بالضبط، شنو مكتوب فيه، هذا كلام ما راح أقوله لمصلحتكم كرياضيين ولمصلحتنا كدولة الكويت. لكن في بعض النقط اللي تطرقوا لها الأخوة الأفاضل أخ ماهر، ودي بس يعني أمر عليها ووضحها. أولا فيما يتعلق بدستورية الجلسة، أنا كرئيس لمجلس الأمة الكويتي أقول لك الجلسة دستورية 100%، وأيضا كلامي ورأيي مدعوم برأي خبراء دستوريين، منهم الدكتور عبد الفتاح حسن كبير الخبراء الدستوريين في المجلس، والأخ الدكتور محمد الفيلي الخبير الدستوري المعروف، وأنا يعني أقولها كرئيس مجلس. الأمر آراء الخبراء الدستوريين لا تلزم، لكن أعرف من أختار. بعض الآراء الدستورية اللي أنا بوجهة نظري آراء غير صحيحة، وسبق أن أثبت ذلك، وتذكرون كلكم حادثة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة عندما اتخذت القرار ووصل إلى المحكمة الدستورية، وبعد ذلك المحكمة الدستورية أكدت صحة قراري في الإجراءات اللي اتخذتها في نائب الرئيس، وإن شاء الله نفس الشيء سيحدث في حال طعن أحد في دستورية هذه الجلسة. هذا فيما يتعلق في دستورية الجلسة. أحب أطمنكم أن الجلسة دستورية وسليمة 100%، ولن تشوفها شائبة بإذن الله. وهذا أيضا ليس رأيي منفردا، أنا أيضا تشاورت مع مجموعة كبيرة من النواب، سيتحدثون أيضا يوم الأحد، وسأوضح في بداية الجلسة الجانب الإجرائي من الجلسة. الأمر الآخر فيما يتعلق بحضور النواب، نعم كان هناك محاولات ممن يسعى لعرقلة رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت لدفع النواب لعدم حضور الجلسة، وسبب تأخر عليك، أنا في اجتماع مع مجاميع كبيرة من النواب، وإن شاء الله يعني ما نحتاجه لنصاب الجلسة سيكون موجود، ومن لا يحضر عليه أن يتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشباب الرياضي. في نقطة رئيسية جدا يمكن الأخ الفاضل عبد الكريم الشمالي شرحها، وأنا أحب أن أكد على صحة ما تفضل فيه. للأسف خرجت أصوات إنما سيناقش في الجلسة قانون ما لا علاقة بالفيفا، إنما سيناقش في الجلسة قانون للاستيلاء على أراضي الدولة وبيع الأندية للتجار وما يعني غير ذلك من الأسطوانة المشروخة اللي حفظناها لمدة سنين، يعنون بذلك القانون اللي تقدم فيه أحمد الفضل النائب الفاضل الأخ أحمد الفضل. ما سيناقش يوم الأحد فقط هو التقرير الخاص بالقانون اللي تم الاتفاق عليه مع الفيفا ولا شيء غير ذلك. أصلاً القانون اللي تقدم فيه الأخ أحمد الفضل وهو بنفسه قال أنا ما راح أنتهي منه ولا يناقش المجلس إلا بعد ما أعمل ندوات حوارية وأستمع إلى كل الآراء وغير ذلك، هو مقدم القانون نفسه. فمن يأتي ويبي يسوي ندوات وإن ترى مجلس الأمة بيقص عليكم وبيناقش قانون ما له علاقة بالفيفا، أنا على الهواء مباشرة وخلال برنامجكم الموطر وبحضور السادة الأفاضل أقول لمن يقول هذا الكلام، أنا أتحداك أمام كل الشعب الكويتي، تعالوا احضر يوم الأحد وشوف القانون اللي سيناقش، وأن نوقش قانون غير من تحت إليه اللجنة الرياضية المتعلق بوضعنا الرياضي مع الهيئات الدولية لك حق، في واحد منا صادق وفي واحد منا غير صادق. فأطمن الجمهور الرياضي والشعب الكويتي أن كل هذه الأحاديث عارية عن الصحة، وإنما سيناقش هو فقط القانون الذي انتهت إليه لجنة الشباب الرياضة، وهو تحديدا التقرير الثاني ولا شيء غير ذلك. في أمر بسيط عشان بس لا حد يحاول يضلل أكثر من ذلك، بالأمانة العامة الدعوة، لأن أثناء خروجي من لقاء صاحب السمو وجهتهم في التليفون بأن يعدون الدعوة، وصلت أول ما وصلت وقعت الدعوة، ففي مجموعة قليلة من النواب وصلتهم دعوة على التقرير الأول، بعدها بدقائق وصلتهم الدعوة التصحيحية بأن ما سيناقش التقرير الثاني. المهم والزبدة مثل ما نقول إحنا باللهجة العامية، اللي سيناقش هو ما قال الأخ الفاضل عبد الكريم الشمالي، القانون المتعلق بالفيفا. في أيضا نقطة يمكن قالها أخوي الفاضل محمد بورسلي، ولكن الحق في ذلك أنه يقول إحنا
يعني مراقبين وكرياضيين وكمحايدين من حقه أن نعرف كل المعلومات. أنا أتفق وياه 100%، وأنا أقول لك كل المعلومات التي تريد الحصول عليها من حقك، فيما عدا بعض التفاصيل اللي أعتقد تتفق معي بأن خروجها إلى العلن الآن قد يضر بالهدف اللي أنت قاعد الآن الأخ محمد بكل صدق تحاول الوصول إليه. احنا وانا اتكلم معاكم الان مثل ما قال اخ جاسم المشكلاني، في ناس في روسيا لا زالت تحاول عرقله رفع الايقاف، في اطراف تحاول. خلونا نكون ايضا حتى نحقق نتائج، يجب ان لا نكون يعني ساذجين، في اطراف الى اليوم وستستمر الى يوم الاحد وما بعد الاحد اثناء التصويت تعمل بجد واجتهاد للاسف لعرقله هذه المحاولات الهادفه الى رفع الايقاف. انا باختصار شديد متفائل. القانون اللي راح نناقشه يوم الأحد قانون يتوافق مع الدستور الكويتي ولا يتعارض مع أي نص من نصوص الدستور ولا سيادة الكويت، وأيضا يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم. وبوجهة نظرنا إحنا، ما أقول وجهة نظر الطرف الآخر، وجهة نظرنا إحنا يتوافق بشكل كامل مع الميثاق الأولمبي. الآن موضوعنا مع الفيفا. سؤال الأخ محمد ماذا عن الاتحادات الأخرى؟ أنا أقول لك إذا نجحنا مع الفيفا ستتكرر نفس التجربة مع كل الاتحادات الأخرى، وإن شاء الله يرفع الظلم عن كل اللعبات وليس كرة القدم، ولا يضيع حق وراءه مطالب. بالنسبة لمن يتحدث عن الشروط الثلاث وأن هذا أحد الشروط، أنا أقول حق النواب مسؤوليتكم هو الشرط المتعلق بالقانون، لأن هذه يعني سلطتهم التشريعية، وأنتم من انتخبكم الشعب لأداء هذا الدور. الشرط المتعلق في رفع القضايا هذا أنهى الأخ خالد الروضان، لأنه ربط رفع القضايا برفع الإيقاف. أما الشرط المتعلق بالاتحادات وعودتها فأنا من وجهة نظر الشخصية بأن هذا الشرط تم تلبيته بعد أن تشكل اتحاد شرعي مثل ما قال الأخ الفاضل خليل البلام وفق اللوائح والنظم المعمول بها. احنا عندنا جمعية عمومية، الهيئات الدولية دائما كانت تقول تتحدث عن استقلالية الرياضة والسبورت اوتونومي وغيرها من الامور. اليوم الجمعية العمومية 13 عضو من 14 يرغبون باتحاد معين. اي قانون بالعالم واي منطق واي مبدأ يقول لك لا، انت تنفذ رغبة واحد من 14 وتترك رغبة 13 من 14، هذا كلام غير منطقي وغير واقعي. وبالتالي أنا أقول وجهة نظري الشخصية بأن الشروط كلها تحققت. اللي مهم أن نقوم فيه يوم الأحد هو إقرار القانون وإيصال هذه المعلومة بشكل رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى يعرض موضوع الكويت على اجتماع 4 ديسمبر واللي سيتم التصويت عليه اليوم التالي اللي هو 5 ديسمبر. هو في أبو علي أنا أشكرك أنك غطيت كافة النقاط، بس في سؤال أنا ما أدري إن هذا السؤال من بند السرية ولا لا، أنا راح أسأل وإذا بند السرية لا تجاوب. هو الفيفا اطلع على التعديلات وأعطاكم موافقة مبدئية؟ أنا قاعد أقول لك هذا بوضوح عشان أريح اللي موجودين أخوي ماهر، وهذه يعني أخذها له. هو شارك أيضا في 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 القانون وملاحظاته. تمام. يعني هذا القانون اللي خرج من لجنة الشباب والرياضة وموافق عليه الفيفا. تمام. هناك من يريد أن يعرف شكل الموافقة وطبيعتها ونصها، هذا الأمر أتكلم بكل صراحة وأنا بكل وضوح وبكل شفافية مثل ما أنتم تطلبونها. أنا نصحت الأخ الوزير قلت له هذه المستندات ما تطلع إلا يوم الأحد ليطلع عليها الشعب الكويتي بالكامل ويطلع عليها الأخوة النواب ويتخذون قرارها على قرارهم على ما يرونه من مستندات. الموافقة على ما جاء في التقرير الثاني لجنة الشباب والرياضة ما يثبت الموافقة موجود. تمام. وما يثبت بأن في حال تم إقرار هذا القانون سيتم مناقشته في اجتماع 4 ديسمبر أيضا موجود. تمام. شكله من طالع، من اللي سوى، من اللي عمل، من اللي فعل، أعتقد تتفقون معي لمصلحة الرياضيين ولمصلحتكم ولمصلحة الكويت وبسبب وجود حالة استثنائية غير موجودة في أي دولة بالعالم. احنا عندنا أطراف فعلا تحاول وضع يعني العصا في الدولاب أو في العجلة.
هذه التفاصيل ما أعتقد بتكون مهمة. اللي مهم الخطوط العريضة والخطوط الرئيسية اللي ذكرتها لكم. وايد كانت تجيني اتصالات، وأنت مشكور الأخ ماهر باستضافتك لهذه الكوكبة نيرة من الرياضيين. أعتقد أني جاوبتها. ما يتعلق في من كان يحاول أن يشيع بأن ما سيناقش هو قانون مختلف تماما. وإن كنت أقول لك شيء، أنا عندي ملاحظات على القانون اللي قدمه أحمد الفضل، لكن بالتأكيد القانون اللي قدمه لا علاقة له بما يقال بأنه استيلاء على أراضي الدولة وغيره، لكن هذا بحث آخر. لما يناقشة موضوع هذا القانون كل يدلو بدلوه، ونخرج إن شاء الله بأفضل صيغة ممكنة. لكن هذا ما راح يبحث لأحد ولن يناقش الأحد، ولا حد قال ولا راح أدعي لجلسة خاصة. هني ممكن الطعن بعدم السورية، لأن هذا ليس من العاجل من الأمور. العاجل من الأمور هو قانون يجب إقراره قبل 4 ديسمبر. نعم. وبناء على ذلك تحملت مسؤولياتي وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقمت بالدعوة، لأن المادة تبيح لثلاث أطراف الدعوة: الحكومة، رئيس المجلس، 10 نواب. نعم. لذلك تقدمت في هذه الدعوة، لأن يجب أن نتحمل مسؤولياتنا كنواب، ويجب أن نعمل ونجتهد ونبذل كل ما في وسعنا لندخل الفرحة في قلوب الشباب الرياضي الكويتي ونرفع الظلم عنه. ضمانات، في واحد ممكن يسألني هل أنت تضمن ولا ما تضمن؟ أقول له ما حد يضمن. احنا علينا بذل كل الخطوات المطلوبة منا، وبعد ذلك إن شاء الله نتفائل، وأنا متفائل، لكن لا أحد يستطيع أن يعطي ضمان على أي شيء. تمام. احنا ابو علي اي شيء ما غطيته. لا، ممتنين لك على استجابتك وعلى وقتك. ماهر ولا من الساده الافاضل الحضور، فانا يعني كلي اذان صاغيه مستعد له. ما نستغنى عنك، وشكرا على استجابتك وعلى وقتك ابو علي، شكرا على مداخلتك. نتمنى ان شاء الله التوفيق لك باذن الله بالخطوه. انا ودي بس رساله قصيره للساده الافاضل اللي الموجودين وكذا. احنا لا زال، وان كانت الجلسه يوم الاحد، ورانا عمل كبير، يعني لا 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 نحتفل مبكر. احنا نأمل ان شاء الله ان يكون الاسبوع القادم اسبوع سعيد، نأمل ان يكون الاسبوع القادم يحمل اخبار سارة للرياضيين، ويحمل اخبار سارة لكل شعوب الخليج من عقاد القمة الخليجية في الكويت. نأمل ذلك ونعمل على ذلك، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا في بذل الاسباب. يبقى عليكم انتم ايضا كاعلاميين وكرياضيين ان تدلوا بدلوكم وان تقوموا بدوركم. على النواب أن يحضروا هذه الجلسة، على النواب أن ينتبهوا لكل من يحاول أن يضلل الشارع الرياضي ويعيق انعقاد هذه الجلسة أو يعيق إقرار هذا القانون المتوافق عليه بين الجانب الكويتي وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللي أهم بأنه قانون يحترم دستورنا ويحترم سيادتنا ويحترم كل ما كنا نطالب به في السابق. شكرا لك معالي رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق العون، وشكرا على الاستجابة، وشكرا على وقتك. شكرا لك. شكرا، والشكر موصول لكل الحضور. شكرا لك.